بالقسم الاخير من صباح اليوم كان عبالي يكون يعني شوي ايجابيه، بس مضطرين اوقات يعني ننقل الحقيقه ونواجه الواقع. معي علاء الصايغ اللي هو استشاري بمجال الحلول الاقتصاديه والاجتماعيه لنحكي اليوم بالمرحله اللي عايشينها، الى اين رايح البلد. صباح الخير علاء. صباح الخير نسرين. لما كنت عم بحضر انا وياك قلت لي نحن رايحين صوب جحيم اقتصادي واجتماعي اوريدي نحن عايشين فيه، بس شو معقول بعد؟ يعني على فكره من سنه بحكي انا وياك وبنقول مش عن جد عم نروح على الأسوأ ومش عم نعرف. كثير مهم نبلش من انه من سنتين او سنه ونص واكثر بنحكي صحيح بهيدا المحل. من سنتين لهلا كنا نقول مجموعه عناوين، هيركات، كابيتال كنترول، تدقيق جنائي مالي، نقول رفع سرية مصرفية. عمليا بفترة الانهيار نحن بحاجة لخطة طوارئ وتنفيذ إجراءات سريعة بخطة عندها وجهة واحدة لنقدر نحن نكون عم نطلع من هيدا الانهيار أو عم نحمي الباقي من أساسيات المجتمع بفترة الانهيار. فكل وقت تأخير هو بيكون في خطة رديفة مخفية ماشي بمحل تاني. هيدي الخطة مين بيكون عم بمشيها؟ يعني لما ما يكون في القرار الاقتصادي واضح ومعلن والقرار الاقتصادي ما يكون عند الدولة عمليا، عند مين بيكون؟ بيكون عند المهيمنين على الدولة أو المهيمنين على القرار الاقتصادي من مصارف، مصرف مركزي إلى آخره، وكرتلات اقتصادية. فعمليا هيدا اللي صاير حاليا. يعني حتى شفنا بالخطة، خطة التعافي اللي أطلقها ميقاتي اللي كان عم يفاوض، صح، اللي كان عم يفاوض فيها جمعية المصارف، شو بيقول فيها؟ بيقول فيها من فائض الإيرادات بده يدفع خسائر المصارف يلي هن رح يردوا جزء من أموال المساهمين، مش المودعين الصغار والمتوسطين يعني، والمودعين الكبار. من سنتين لما كنا نقول كابيتال كنترول، هلا ما بقى ينفع، لأن كان بينفع الكابيتال كنترول قبل ما كبار النافذين يهربوا مصرياتهم إلى الخارج. هلا هربوا كلهم، هربوا مصرياتهم. فيلي عم بيقوله هو بده يدفع من فائض الميزانية العامة خسائر المصارف. شو يعني فائض الميزانية العامة؟ ما هي عم تخسر هلا، لأن كل شيء بالليرة وفي انهيار وما يعني ما في فائض أصلا يعني. فكيف بده يتحقق هيدا الشيء؟ بده يتحقق من خلال إجراءات موجعة جدا مثل اللي صارت بالاتصالات، بده يلحقها بالإنترنت، بده يلحقها بدولارة الدولار الجمركي، بده يلحقها بكل الخدمات العامة الأخرى من صحة ومن تعليم ومن كل شيء. يعني كل الأشياء بدها كله رح يرجع، بدها تغلى الخدمات العامة وبدها تزيد الضرائب. طب كيف علاء بدها تطلع والمعاشات بعدها؟ يعني بس هيك بكل بساطة، المعاشات بعدها مثل ما هي مليونين وثلاثة وأربعة، وكل الخدمات عم بتكون وهي فاتورة المطار لحالها بتجي 3-4 ملايين. هيدا الشيء عم بيصير لأنه وين موجود القرار الاقتصادي، يعني اللي بيقرروا اقتصادنا، في صوت للمصارف ومصالحهم، في صوت للكرتلات الاقتصادية أو المهيمنين على الاقتصاد من كبار مستوردين واحتكارات وإلى آخره، في صوت للطبقة السياسية، ولكن ما في صوت للمجتمع. يعني حماية المجتمع كيف تتحقق؟ من خلال حماية الأساسيات من غذاء وأمن غذائي وأمن تعليمي وأمن صحي، صح؟ هيدا اللي بيحمي المجتمع، وحق بالعمل، أساسيات العمل. فهيدا الشيء مش موجود، فبالتالي عم بيصير الكارثة اللي أنت عم تحكي عنها، أنه رح يغلى كل شيء من دون أي تصحيح متعلق بالأجور، متعلق بفرص عمل، ومتعلق ببيئة آمنة لأعمال وأشغال تزدهر. لأنه أنت اليوم كيف بيصير في ازدهار للأعمال؟ بيكون في بنى تحتية واستثمار بالبنى التحتية. أي بزنس اليوم بيربح وبتجي الكهرباء ساعتين وهو مضطر يأمن كهربته من المطارات ومن أنه يركب، يعني حتى رب العمل اليوم أجاده طبيعي، وحتى عم يصمد الأقوى فقط، فعم بيسكر كتير بزنسز وما في حدا بيجرؤ يفتح بزنس تاني، وما في حدا مغترب أو مستثمر برا عم بحط مصريات ليرة بالبلد. ومش بس هيك علاء، كمان في كتير موصفين، يعني أنا صرت سمعتها من كذا محل أنه مثلا عم تجيهم فرص عمل بيروحوا بيشوفوا المعاش مثلا قدي بيطلع المعاش، أنه أنجا يكفيهم طرقات، بيقول لك لشو أشتغل؟ طبيعي هيدا الشيء، عم يرفضوا فرصة العمل لأنه يعني حتى إذا بتشوف القطاع العام، شو فرض القطاع العام على الدولة؟ يعني تخيلي حجم الانهيار وين؟ إنه ما في دولة عمليا، القطاع العام فرض صحة جدأت أي القطاع العام فرض على الدولة إنه يجي يداوي منهار بالأسبوع لأنه ما في معه بنزين يدفع ليجي على وظيفته. فهلق إذا بتروحي على المؤسسات العامة والمنشآت العامة ما فيها موظفين عمليا، وحتى قوى الأمن والجيش وإلى آخره صاروا عم بيتقدم لهم
فرص اكثر وعطل يعني مأزونيات بالمصطلح عندهم ما يروحوا يشتغلوا اشغال تاني بس لا يضلهم بخدمتهم. فعمليا الدوله يلي هي مفروض تكون عم تقوم بدورها يلي هو دوره حمايه المجتمع، يعني الدوله وين بيكون دورها اذا ما بدها تبندل الناس اكثر، اذا ما بدها تحمي المجتمع وتامن بنى تحتيه وخدمات عامه وما بدها تهتم بالقطاع العام نفسه اللي هو بده يتولى اداره الامور العامه، اذا هاي الاشياء ما عم تقوم فيها الدوله بشو عم تقوم؟ عم تقوم عمليا بحمايه مصالح المحتكرين، المصارف يلي كانوا شركاء هن والمصرف المركزي بالهندسات الماليه يلي وصلت وادت لهذا الانهيار. نعم. فهيدا الشيء بظل هذا الانهيار لنقدر نطلع منه ما في حل الا انه تستعيد الدوله دورها يلي هو بسياسات حمائيه وحمايه اجتماعيه وتبدي مصلحه المجتمع على مصلحه قله من المحتكرين. اثنين بده يتوجه الاقتصاد اكثر نحو الانتاج، ولبنان كان بالفترات اللي نحكي ينتج عنه لنفسه يعني انه صح. نخفف نشتري من برا وبده يكون عم بيتولى انتاج اساسيات معينه ليقدر يصمد المجتمع. لان نعم. اليوم نحن بنستورد اكثر من 80% من حاجياتنا صحيح، وهيدا بظل بلد ما عنده دولار ما عنده عمله صعبه ما بينتج عمله صعبه كثير مكلف انه يشتري حاجات من الخارج. فخطه الدوله هي التقشف، يعني شو عم بخبرونا انه بدنا نتقشف وما بدنا نشتري الاساسيات، وين حجم الاقتصاد صغر لحد ما بقى فيه صغر اكثر منه. يعني ما بقى فينا كمواطنين وسكان نستهلك اقل مما عم نستهلك حاليا، يعني وصل الموضوع للخبز، وصل الموضوع للاساسيات، ايه لا وصل لخنقه، يعني بتحس مثل عم يخنقوك. طب علاء اكيد كلنا بنقول انه لبنان كل حياته بلكي كان تعبان، والقصه قصه سياسيه. وين جيران لبنان؟ يعني وين السعوديه اليوم؟ وين فرنسا؟ هل ما بعرف اذا بعد في بلدان تهتم فينا، امريكا؟ هل لبنان اليوم منه على الحسابات؟ لانه نحن بنعرف انه هو قرار وبينتهي موضوع لبنان بثانية، وكأنه مخطط يصير فينا هيك. أكيد غيرنا عم بيستفيد، يعني عندك إسرائيل عم تستفيد، عندك كتير بلدان حوالينا عم تستفيد من أزمتنا، ورغم هيك نحن البلد مفول. يعني هذا الغريب. هلأ هيدي السردية كمان ما كتير بوافق عليها. ليش؟ لأنه الأزمة هي صنيعة النظام اللبناني، النموذج الاقتصادي اللبناني هو خلق الأزمة. يعني ما حدا إذا ما حدا بدك الأساس هو غلط كان. صح. النموذج الاقتصادي والمالي، النهج الاقتصادي والمالي، السياسات اللي عملناها نحن عملنا مجموعة خطوات بتوصل لهيدي النتيجة، وصلنا لهون. أوكي. هيدي الخطوات في مين مسؤول عنا، وهيدا الانهيار صحيح. لازم يتحمل كلفته يلي وصلنا لهون. يعني حجم السوق العقاري اللي كان منفوخ، حجم المصارف يلي كان منفوخ، شكل الاقتصاد والانفاق على الاقتصاد بالشكل اللي كان قائم، هيدا كله وصل لانه نوصل لهيدا الانهيار. في ازمه اليوم عالميه صح، بس هيدي الازمه العالميه نحن سبقناها، فمش هي سببت الانهيار بلبنان ولا هي سببت الازمه بلبنان. بس بيقدر قرار سياسي يحل كل شيء اليوم على لبنان منه على حسابات اليوم، يعني من عرف شوي. اكيد لبنان مش باولويه الدول الاخرى، لانه نحن شايفين في اكيد اوروبا عندها اولويه اكبر، اوكرانيا وحرب الروسيه الاوكرانيه، والدول الخليجيه او الدول العربيه عندها ازمات باليمن وغير اليمن، فاكيد لبنان منه اولويه. ولكن شو دور الدوله بلبنان؟ دور الدوله بلبنان ان تكون عم بتقوم بهذا الدور لما يكون الاقتصاد هشل، لما يصير مشكله عالميه ينهار، والا لما يكون ماشي الحال نحن شو بدنا بالدوله؟ يعني لما انت بدك تقومي بتغطيتك الصحيه وتقومي بتامني مدخرات لما بتصير انهيار صح، وانت تقومي بخطه للنقل، لانه هلا مع غلاء البنزين شو كيف بده يصير النقل وكيف بده يصير البدائل، اذا ما في نقل عام كمان كارثه اكبر واكبر. الناس مثل ما عم تتفضلي ما راح فيها توصل على اشغالها. فلكن شو هو دور الدوله غير انه خلت الاقتصاد يكون هش، خلت الوضع السياسي هش، خلت تموضع لبنان مع الدول الاخرى وعلاقاته الخارجيه غير مدروسه وهشه. فهيدي الاشياء كلها اكيد هي داخليه. يعني بس علاء نحن فينا نقول انه نحن مكفينا هيدا الطريق، لانه في تعرقل لتشكيل الحكومه وفي كتير قصص، يعني لا الوزارات المعنيه رح تشتغل ولا في مين يعمل خطة أصلا، ولا أنتو يعني الثوار يلي وصلتوا، أنت كنت وصلت على لحظة بالانتخابات، يعني وإن شاء الله الانتخابات الجاي منشوفك بمجلس النواب. يعني ما بدنا نقول أنه أحبطونا النواب الجديد، بس كمان ما طلع بإيدهم شيء، بدنا نكون واقعيين.
عمليه 30 ثانيه. النواب الجداد عليهم مسؤوليه مواجهه مشاريع وخطه او اتليست كشفه مواجهتها وحتى في مواجهات مهمه تصير بالشارع وبغير الشارع. يمكن اليوم والثوره راجعه بتقول الثوره اليوم في دعوه لمظاهره. الثورة ما فينا نعرف بس أكيد رايحين على انفجار اجتماعي لأنه الوضع بالشكل الحالي نعم. غير ممكن أن يستمر. ايه شو بعد بدها تقول شيء؟ كنت عم تقول لي شيء في ضرورة أنه كل الناس تواجه من محلها يعني نعم. العمل التعاوني النقابة القوى السياسية الحية يعني من قوى تغييرية وغيرها تواجه خطة التعافي ويكون في صوت للناس. يعني اليوم في المجتمع ما له صوت بده يفرض حاله يكون يعني الناس لازم ما بقى نرجع ما نسكت. علاء الصايغ بتشكرك كتير يعني كانت سريعة فقرتنا بس بعتقد ضوينا على النقاط الأساسية. أهلا وسهلا فيك.